بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نتكلم اليوم إن شاء الله عن مسألة تبين المرضى وتدخل في قلوبهم التفاؤل وتبين لهم بأن الرقية الرقية الشرعية لإزالة السحر أو لإزالة المس ودفعه وإبعاده وطرده وايضا لعلاج العين والوسواس والحسد امر سهل وبسيط وهذا الذي جاء عن طريق الوحي وجاء عن طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يقرؤون الفاتحه فقط او يقراون المعوذتان او يقراون ايه الكرسي واواخر سوره البقره فيشفى المريض كما يقال الرقيه والعلاج نقطه كثرها الجهال وبالخصوص رقاة المغرب رقاة الكهانه والدجل حتى اصبح يعتقد الكثير من الناس في الدول العربيه ان الرقيه اصلها وفصلها ومكانها المغرب وفي الحقيقه ان المغرب معروف ومشهور بكثره السحره وبكثره الكهنه وبكثره الدجاجله يعني هذا ليس سب او طعن في الشعب المغربي بالعكس الشعب المغربي شعب مسلم حفظه الله ورعاه ونحبه مثل الشعوب العربية المسلمة لكن الحقيقة قال الحقيقة قال حتى بعض العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا في المغرب يوجد السحرة بكثرة وأيضا المغرب الآن بدل مكان يوجد السحرة الآن أصبح السحره حقيقة موجودون لكن اختفوا تحت ظل او تحت مظلة رقاة الكهانة والدجل اخذ مكان السحره ومكان الكهنة ومكان الشوافات ومكان الساحرات رقاة الكهانة والدجل رقاة الكهانة والدجل يوجد حوالي 500 راقي هؤلاء المعروفون في الساحة كلهم يحاولون الشيطان ويستعينون بالشيطان ويستغيثون بالشيطان ويستخدمون الشيطان وقد بينا, بينا لكم كم من مرة وفي كم من درس أن هؤلاء ليسوا رقاة شرعيين بعيدون كل البعد عن الرقية الشرعية رقية جبريل ورقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقية الصحابة ورقية السلف بمنهجية العلماء وذلك في اتباع فتاوى العلماء الأحياء منهم حفظهم الله والأموات رحمهم الله فتجد رقاة المغرب اتكأوا وظهروا واشتهروا عن طريق اليوتيوب يجعلون تلك الدروس والفيديوهات المباشرة يحاورون فيها الشيطان ويهولون على الناس وبتلك المعلومات التي يتقدم بها الشيطان والعوام المساكين البعيدون عن الكتاب والسنه الذين يجهلون احكام الرقيه الشرعيه ويجهلون الرقيه الشرعيه والعلاج بها الحقيقي يدخل في قلوبهم الهلع والخوف وانهم يتعجبون لامر هؤلاء المعالجين بانهم معالجون كبار ولهم سبق ولا يصلهم أحد في باب الرقية ولا حقيقة لا يصلهم أحد في باب الكهانة والدجل فهؤلاء ليسوا برقات شرعيين هؤلاء مصاصي دماء يأكلون أموال الناس بينهم بالباطل وقد علمتم وعرفتم بأن الجلسة الواحدة ب 3500 درهم 3500 درهم واحسبوها أنتم هذا بالمغربي واحسبوها أنتم بالريال وبالدولار وبالدينار فتجدون هذه الجلسه يا ليتها كانت جلسه قراءه قران او اذكار او ادعيه او تحصنات شرعيه او توجيهات للمريض وتبيين ساحه المعركه وتبيين للعدو ونصح له لقلنا معلش ياخذون هذا المبلغ من اجل هذا مع انه مبلغ كبير وكثير لكن المشكل انهم ياخذون هذا المبلغ وهذه الدراهم والدنانير من اجل ان يزيدوا للمريض مرضا من اجل ان يساعدوا في تلك الجلسه التي يخربطون ويصفصطون التي يحاورون فيها الشيطان ليزيدوه تحكما وتسلطا وتمكنا في المسحور اكثر واكثر فيخرج من عندهم المريض وقد تحكم فيه الشيطان تحكما كبيرا أي بمعنى يأخذون 3500 درهم من أجل أنهم ساعدوا ذلك الشيطان وساعدوا ذلك الإبليس في التحكم في المريض المسكين يعني ذهب إليهم المريض لكي يشري الداء وليس ليشري الدواء يشري الداء ويشري الضر ويشري الكهانة ويشري أن الشيطان يتسلط عليه أكثر وأكثر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فرقاة المغرب في الحقيقة ليسوا برقاة شرعيين هؤلاء الذين نراهم في اليوتيوب ونراهم على وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء كهان دجاجلة مصاصي دماء يأكلون أموال الناس بينهم بالباطل المتابعين لهم للأسف الشديد لا صلة لهم بالعلم ولا يعرفون فتاوى العلماء لماذا لأن هؤلاء الرقاة حذروهم من أن يذهبوا إلى العلماء وحذروهم من فتاوى العلماء فخلا لهم الجو فأصبح هؤلاء الأتباع لا يرون إلا هذا الراقي الكاهن الدجال فقوله هو الصواب ويتبعونه كالأعمى الذي يتبع اعمى كالاعمى الذي يتبع اعمى او يتبعونهم كالميت بين يدي المغسل حتى انهم اذا سمعوا من عنده قول مخالف للشرع ياتون له بمبررات وياتون له باقوال وياتون له باعذار اي بمعنى انهم يعينون هؤلاء الرقاه الدجاجله في نشر المنكر ونشر الجهل ونشر الكهانه ونشر التنجيم ونشر التحريف والتخريف في باب الرقيه للاسف الشديد فيكونون معهم في الاثم سواء يعاقبهم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لانهم واجب عليهم ان يسالوا اهل الذكر قال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاهل الذكر ليسوا هؤلاء الرقاة الدجاجله ليسوا هؤلاء الكهنه اخوان الشياطين الذين يعملون لصالح الشيطان وانما اهل الذكر هم العلماء الأجلاء فالرقيه سهله وبسيطه ووالله وبالله وتالله الرقيه بكلام الله بالاذكار بالادعيه بما ارشدنا به نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم وما جاء في السنه المطهره مثل العسل جاء في القران الكريم وجاء في السنه المطهره مثل الزيت الزيتون جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة المطهرة مثل السنة مكي جاء في السنة المطهرة مثل القسط الهندي مثل حبة السوداء مثل ماء زمزم مثل التمر العجوة مثل الحجامة مثل هذه الأمور التي أرشدنا إليها نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نعالج منذ ثلاثون سنة وأغلب من نعالجهم ويمشون معنا وفق مراحل ولا يتأخرون في تطبيق العلاج ولا يعني يكثرون التنقل من راقي إلى راقي ويطبقون ما نرشدهم إليه والله وبالله وتالله يشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى وقد شفي الكثير والكثير 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 هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بالرقية الشرعية نحن نقول الأن بالرقية الشرعية نعم بالرقية الشرعية قد عالجنا ونعالج قد عالجنا ونعالج بإذن الله سبحانه وتعالى عالجنا السحر سحر المرض سحر التخيل عالجنا سحر الجنون القاتل عالجنا سحر التفريق عالجنا سحر التعطيل عالجنا جميع أنواع السحر بفضل الله سبحانه وتعالى وعالجنا الكثير والكثير من حالات الوسوسة بل حتى أننا عالجنا الحالات النفسيه المعقده، عالجنا العين، عالجنا الحسد وهذا كله بالرقيه الشرعيه، اكرر واكرر واكرر بالرقيه الشرعيه التي جاءت عن طريق الوحي وجاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت عن طريق الصحابه وجاءت في فتاوى العلماء، لم نضف ولم نجتهد ولم نزد من عندنا. للاسف الشديد رقاه الكهانه والدجل خالفوا رقيه جبريل وقالوا بانها رقيه ضعيفه ورقيه تقليديه، خالفوا رقيه النبي صلى الله عليه واله وسلم، خالفوا رقيه الصحابه وذهبوا يجتهدون وياتوا برقى شركيه اصلها من عند السحره ومن عند الكهنه ومن عند المنجمين، الاستعانه بالشيطان من عند السحره، الازهوري من عند المنجمين، استخدام والتعامل مع الشيطان من عند العرافين. وهكذا فأصبحوا هم أعداء للمرضى أما هذه الهبزة والصفصطة والكذب والبهتان أنهم يبينون ويظهرون مقاطع فيديو مباشرة على أساس أنهم عالجوا وعالجوا وعالجوا في الحقيقة لا أتبعهم عوام مساكين سمعوا بأن ذلك الراقي الفلاني عالج وعالج وعالج فيهرولون إليه فقط لو يظهر المسيح الدجال أيضا يهرولون إليه وحقيقة المسيح الدجال لما يخرج يكون له أتباع كثر لماذا؟ لأنه يأتيهم بأمور لم يألفوها يأتيهم بفتن ويأتيهم بزخرفة ويأتيهم بأمور والعياذ بالله تجعل الحليمة حيرانة وتجعل الشاب شيخا فنعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال والعياذ بالله فقلت هؤلاء الرقاة في الحقيقة لعبوا على عقول المرضى المساكين الذين لا صله لهم بالقران الكريم ولا بالسنه المطهره ولا بالعلم ولا بفتاوي العلماء ولا باي شيء، فلذلك وجدوهم مصيده سهله وجدوهم يعني لغمه سائغه فاصبحوا يبثون عندهم الكهانه والدجر، سبحان الله لما تجد راقي راقي يرقي في اختين ثم يقول هذا الراقي المخرف الدجال المعروف المشهور في الحقيقة المغربي يقول لهم قد جاء الشيطان الكبير جاء نزار جاء الملك جاء العظيم فالكل يسجد له هل بقيت رقية؟ هل بقيت رقية؟ هل هذه رقية؟ وهل بقي رقية وبقي الشيخ؟ هل هذا الشيخ؟ حتى أنه أصبح يقال للناس قد كفر الشيخ فيقولون رضي الله عنه يعني أي شيء تقدمه للناس الآن لا يصدقون ولا يقبلون كان في القديم هذا المثال الذي ضربته قد كفر الشيخ فيقول رضي الله عنه قيل في القديم أن الشيخ صعد فوق المنبر وبدأ يخطب فقالوا لهم إن الشيخ قد أخطأ يقولون رضي الله عنه إن الشيخ قد زل يقولون رضي الله عنه إن الشيخ قد ظل يقولون رضي الله عنه، فقالوا لهم ان الشيخ قد كفر، فقالوا لهم رضي الله عنه، اي بمعنى حيص بيصه سواء جاء بالدجل، جاء بالكهانه، جاء بالتنجيم، جاء بالعرافه، سب الله، فعلى اي شيء لا يهم هو شيخنا, شيخنا 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 مهما حدث ولو سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا هو حال العوام الان مع الكثير والكثير من الرقاة الآن في الساحة تقول له هذا الراقي وتأتيه بالدليل صوتا وصورة أمام عينيه ويسمع بأذنيه ويأتي له بالأعذار ويقول في الحقيقة أنتم لا تفهموا الشيخ أو يقولون بأنكم أنتم تحسدون الشيخ وأين الشيخ؟ أي شيخ هذا؟ أي شيخ هذا؟ هذا لا شيخ ولا هم يحزنون يا مساكين هذا صاحب كيانة والدجل بعيد كل البعد عن الرقية الشرعية رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأقول الرقية الشرعية سهلة وبسيطة كما قلت لكم هناك حالات لا تحتاج الراقي أصلا لا تحتاج الراقي أصلا تلك الحالات التي يتسلط عليها الشيطان مرة في الشهر مرة في الشهرين مرة في ستة أشهر يعني يسرع أحيانا هذا لا يحتاج أنه يذهب إلى راقي ويعطيه ثلاث آلاف وخمسمائة درهم ويجلس معه ويفعل له جلسات هذا أصلاً الشيطان لا يسرعه إلا مرة أو مرتين في الشهر أو ثلاث أشهر ولا يسرع إلا إذا سمع القرآن ولا يسرع إلا إذا قرأ عليه الراقي الرقية بنية تحذير الشيطان فهذا يسرع متى؟ يسرع لما يرقي عليه الراقي ويقرأ عليه القرآن يا ليته قرأ عليه القرآن بل يأتي بأمور كهانة وينادي الشيطان ويستغيث الشيطان ويستعين بالشيطان فياتي بالفاظ يستفز فيها ذلك الشيطان فيحضر الشيطان يعني بدايه الامر ان الراقي المخرف الدجال المحرف يدخل الى باب الرقيه في تلك اللحظه بنيه تحضير الشيطان فيحضر الشيطان يعني الشيطان لم يكن يحضر على لسان ذلك المسحور المسكين فيدخل ذلك الراقي المخرف الدجال بنيه تحضير الشيطان فيحضر الشيطان فلما يحضر الشيطان يبدأ معه في الجلسه نتاع ساعات من اجل تسجيل مقطع فيديو يبثه في اليوتيوب يراه الناس فيهولون ويخافون ويدخل عندهم الرعب واخرون يجتهدون هنا وهناك من اجل الذهاب الى هذا العلامه الفهامه يعني صاحب العلم الذي لا يرد ولا يسقط له غبار فيبحثون عنه من أجل العلاج وفي الحقيقة هؤلاء لا علاج عندهم هؤلاء مثلهم مثل السحرة كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى والله العظيم ما عندهم علاج ولو ظهر أنه فعلا عندهم العلاج مدة أسبوع أسبوعين شهر شهرين أو ثلاث أشهر ثم يرجع الشيطان كما كان أو يرجع أكثر مما كان لو لا يعني نحن نرى بعض الرقاة في الصورة في المقطع الفيديو أنهم يهولون الأمور بأن فلان شوفية وفلان شفية وفلان شفية بل أنهم حتى يأتوا بأشخاص لا صلة لهم بالمرض ولا صلة لهم بالعلاج ويعطونهم أموال ويعملون معهم على شكل عصابة تأكل أموال الناس بينهم بالباطل ويسجلون لهم مقاطع على أساس أنهم عالجوا عند هؤلاء الرقاة المخرفين وشوفوا وفي الحقيقة لا علاج ولا شفاء لماذا؟ لأن ما كان أصله باطلا ما كان أصله مغضوب عليه ما كان أصله مردود ما كان أصله شركي نتيجته ماذا؟ نتيجته شركية نتيجته مغضوب عليها نتيجته باطلة فلا يصل الإنسان بالشفاء عن طريق الدجل والكيانة والتخريب والتحريف وعن طريق الاستعانه والاستغاثه واستخدام الشياطين ابدا ابدا ابدا، لانه فيه نصوص شرعيه من الكتاب والسنه ومن اقوال السلف الصحابه رضي الله عنهم وفي فتاوى الائمه الاجلاء. اقول واكرر الرقيه سهله، بسيطه، نحن نرقي الناس ونعالجهم ونتابعهم لمده شهور تقريبا لمده شهور لكن على حسب حاله المريض على حسب حاله المريض هناك اناس لا يحتاجون الراقي بل يحتاجون نصائح ووصايا الراقي وارشده الراقي ولو عن طريق الهاتف لماذا لان الشيطان المتسلط عليهم غير متحكم بقوه غير متحكم بقوه فهؤلاء يحتاجون الى توجيهات الراقي عن طريق مراحل يوجههم بها الراقي مرحله تلو الاخرى حتى يشفوا وقد كان لنا اتصالات مع مرضى من المغرب كثيرون وايضا مرضى من ليبيا ومرضى من تونس والحمد لله رب العالمين ومرضى من مصر ومرضى من سوريا ومرضى من الاردن وهم الان معنا في الصفحه والحمد لله رب العالمين تتبعوا ومشوا معنا عبر مراحل وشوفوا والحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لكن حالاتهم لا تتطلب راقي ان يكون معهم مباشرة وان يجعل لهم جلسات مباشرة هؤلاء يحتاجون ارشادات وتوجيهات فقط وايضا هناك حالات من حتى انه يسرع في الاسبوع مره أو مرتين، هذا أيضا لا يحتاج إلى راقي، هذا يحتاج إلى إرشادات وتوجيهات من الراقي، لكن يكثر من قراءة القرآن، يكثر من الصلاة، يكثر من الأذكار والأدعية، يكثر من العبادات ويصل إلى نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى مع إرشادات الراقي، لكن متى يحتاج المريض إلى الراقي؟ يحتاج المريض إلى الراقي في حالتين وها في الحقيقة قلت لكم عن هاتين الحالتين، مرارا وتكرارا واكرر من جديد يحتاج المريض الى الراقي في حاله الجنون الجنون يعني الشيطان اللعين متسلط على المسحور تسلطا كاملا يحضر بدون قراءه وبدون سماع للرقيه اصلا يعني هناك بعض المرضى المصابون بالسحر الشيطان متحكم فيهم 24 ساعه على 24 ساعه هنا يتدخل الراقي تدخل مباشر للتخلص ولدفع ولطرد ولإخراج ذلك الشيطان اللعين بإذن الله سبحانه وتعالى ولو بقي معه أيام ولو بقي معه أيام لكن هنا يحتاج يعني المريض إلى الراقي بإذن الله سبحانه وتعالى ويتدخل الراقي مباشرة ضد الشيطان اللعين الحالة الثانية إذا أصيب المسحور بسحر الجنون بسحر الجنون وقد وضعت لكم كم من مقطع يبين أعراض الجنون وأعراض سحر الجنون والفرق بين الجنون والفرق بين سحر الجنون، سحر الجنون صاحبه يدخله الشيطان اللعين بسبب ذلك السحر الموجود في ذلك المسحور يدخله في حالة شرود ذهني في حالة هيئة حيوانية يصبح يتبول على نفسه أكرمكم الله يتغوط على نفسه لا يدخل إلى الحمام لا يأكل لا يشرب لا ينام قد يبقى يضرب نفسه مدة يوم كامل وهو يضرب نفسه على الصدر أو على الوجه يفعل حركات ينظر في نظرات خاصة وفي زوايا معينة هنا أيضا هذه الحالة تحتاج إلى الراقي وتدخل الراقي مباشرة لماذا؟ لأن المريض في حالة أخرى لا يستطيع أن يسمع قرآن ولا يصلي كل حيوان كل حيوان لا يأكل لا يشرب لا يصلي لا يقرأ لا يسمع لأي شيء أما المجنون المتسلط عليه الشيطان وأدخله في حالة الجنون هذا الجن يظهر مباشرة أنه يتحكم في أعضاء المسحور ويرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويتكلم بلسانه فهنا أيضا يحتاج المريض إلى الراقي أن يتدخل ويدفع هذا العدو الصائل ولو بقتله بإذن الله سبحانه وتعالى فالرقية سهلة وبسيطة لا تعقيد فيها ولا تهويل ولا صفصاطة ولا كذب ولا بهتان ولا 3500 درهم ولا موعد ولا تجمعات ولا كذا ولا كذا ولا كذا الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى تحتاج إرشادات وتحتاج توجيهات من طرف الراقي للمريض حتى يزال السحر فالراقي لا يدخل في معركة مفتوحة وفي معركة مباشرة مع الشيطان إلا في حالتين كما قلت لكم في حالة السحر الجنون فالشيطان متحكم ومتسلط ويريد أن يقتل المسحور فهنا يجب على الراقي أن يدخل ويتدخل مباشرة وفي حالة الجنون الشيطان واجد حاضر في جسد المسحور فيحتاج إلى تدخل الراقي المباشر من اجل طرده ومن اجل التخلص منه باذن الله سبحانه وتعالى، اما في باقي الحالات التي يكون فيها منامات، احلام، صداع، الم، تقيؤ، ثقل، تنمل، بروده، حراره هكذا، هذه في الحقيقه غالبا ما تحتاج الى توجيهات وارشادات الراقي فقط دون ان يذهب الى راقي مخرف دجال، صاحب الحوار. اذا ذهب اليه شخص هكذا شخص هكذا يعني نسبة مرضه 20% بالمئة فقط يحتاج إلى توجيه فقط ونصائح الراقي السلفي الشرعي الذي يخاف الله سبحانه وتعالى إذا ذهب إلى راقي كاهن هذا مباشرة يجلس معه ويدخل معه في القراءة وفي الرقية بنية تحذير الشيطان اللعين كما أفتى اللجنة الدائمة أفتت اللجنة الدائمة بعدم الجواز وبأن هذا الراقي فيه ضرب من ضروب الكهانة ولا يجوز العلاج عنده فكل الرقاة الذين يحاورون الشيطان ويستعينون بالشيطان ويستغيثون بالشيطان ويستخدمون الشيطان عندهم نية تحذير الشيطان يحذرون الشيطان لأسباب كثيرة وكثيرة أعظمها هي أنهم من أجل أخذ أكثر مبلغ وأكبر مبلغ من ذلك المريض المسكين لأنهم يهولون عليه بأنهم قرأوا لساعات وحاوروا الشيطان وقاتلوا الشيطان وفعلوا معه المصارعة اليابانية وكذا 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 وهذا كله من أجل أكل أموال الناس بينهم بالباطر وما يأكلون في بطونهم إلا النار والعياذ بالله فأي راقي صاحب كيانة يفعل هذا الفعل يجعل المريض المسكين الذي كانت حالته عبارة عن عشرون أو ثلاثون يجعلها سبعون وثمانون بالمئة لكي يبقى مع الراقي لمدة سنة أو سنتان ويبقى معه شهور وشهور وفي كل جلسة في المغرب في كل جلسة يضع 3500 درهم فالفقراء المساكين لا يستطيعون بالعكس بعض المرات أجد تعليقات لبعض الفقراء يقول أنا لم أستطيع أن أتحصل على هذا المبلغ من أجل أخذ موعد أو العلاج عند فلان أنا أقول له بالعكس هذا خير كبير أنك لم تذهب إليه ولو بمبلغ خمسين درهم لو قال لك تعال إلي بخمسين درهم أو عشرون درهم لا لو قال لك تعال إلي وسأعطيك يعني الراقي يعطيه مائتين درهم ويقرأ عليه من أجل الحوار لا تذهب إليه لأنك ستأتي بالمصائب وتأتي بالخراب وتأتي بالكهانة وتأتي بسيطرة الشياطين عليك أكثر وأكثر بدل ما كان فيك شيطان واحد تتسلط عليك الشياطين من كل جانب بالعكس إذا وجدت راقي يقرأ بنيه تحذير الشيطان من اجل الحوار، من اجل تسجيله في مقطع فيديو، من اجل اكل اموال الناس بالباطل، من اجل الاستغاثه، ومن اجل الاستعانه به، من اجل استخدامه، ففر منه فرارك من المجثوم، ففر منه فرارك من الاسد، ففر منه فرارك من الكلب المكلوب، والعياذ بالله، فلا تذهبوا الى هؤلاء، هؤلاء مصاصي دماء. هؤلاء إخوان الشياطين يتعاملون مع الشياطين يتعاملون لصالح الشياطين أخذوا أماكن السحرة والكهنة الأصليين فلا تذهبوا إليهم لأنه لا يجوز الذهاب إليهم وقد أفتى العلماء بعدم جواز الذهاب إليهم أفتى ابن باز وأفتى الشيخ الألباني رحمه الله وأفتى الفوزان وأفتى صالح الشيخ وأفتى حيدان كل العلماء أفتوا أرجعوا إلى العلماء مسكوا الناس بالعلماء وجهوهم الى العلماء هؤلاء الرقاة لا علم لهم انهم لا شيء وانا اولهم يعني لسنا علماء نحن رقاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان خوفا يفعل اخاه فليفعل انا وجدت نفسي انني استطيع ان انفع اخوتي المرضى المصابون بالسحر او مس او وسواس او حسد او عين او حاله نفسيه فتقدمت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لان دفع العبد الصائب واجب دخلت من هذا الباب ولم ادخل على انني عالم جليل وعلى انني مفتي وعلى, وعلى انني من اهل الذكر لا ابدا لا ابدا, أبداً الرقاه ما هم الا في الحقيقه اصحاب عمل خيري اصحاب توجيهات الى الخير من باب المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر المسلم واخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا الباب الذي دخلنا منه من اجل نفع اخواننا المسلمين في باب الرقيه باذن الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الرقاة اصحاب الكهانه والدجل يعملون مع ابليس فهم جنود لابليس اللعين، يعملون مع السحره، يعملون مع الكهنه بل هم الكهنه يعملون مع الشياطين من اجل تضليل الناس ومن اجل تخريب عقول الناس ومن اجل تخريب عقيده المسلمين، العقيده الصحيحه لاهل السنه والجماعه في عالم الجن والشياطين ان هذا عالم غيبي، هذا عالم غيبي، لا نبحث فيه كثيرا ولا نتوغل ولا ندخل فيه كثيرا ولا ولا ولا، اما هؤلاء فاصبحوا يدعون الناس إلى التعامل مع الشياطين بحجة أنهم مسلمين وبحجة أنهم يعلمونهم الخير وبحجة أنهم أصبحوا أطباء وعلماء أجلاء وأيضا يدعون الناس إلى التوغل في باب علم الجن والشياطين من باب الاستعانة بالجن المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم اكرر لكم انا اعالج بالرقيه الشرعيه بالقران الكريم وبالاذكار وبالادعيه وبتوجيهات المرضى الى برامج من الكتاب والسنه باذن الله سبحانه وتعالى مثلها الحفاظ على الصلوات خمس اوقاتها على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم وعلى صلاه الضحى وعلى الرواتب وعلى قيام الليل وعلى الامور التي ارشدنا اليها النبي صلى الله عليه وسلم مثل العسل والحبه السوداء وزيت الزيتون والقسط الهندي والحجامه والسنه مكي وماء زمزم وتمر العجوه والناس تشفى تشفى ما شاء الله بدون تهويل وبدون كذب وبدون بهتان وبدون خداع وبدون غش وبدون نفاق وبدون سفسطه ولخبطه وجخلطه وكذب وبهتان. على المرضى المساكين من اجل اكل اموالهم بالباطل، رقيتنا نقرا على المريض اولا. فلما نقرا على المريض نشخص حالته. نرى هل به اعراض مس، او اعراض سحر، او اعراض عين، او اعراض وسواس، او اعراض حاله نفسيه. فبالتشخيص ونستطيع ان نشخص كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل قالوا هل يستطيع الراقي أن يقول لفلان فيك سحر؟ قالهم نعم بتجربته وبتشخيصه وبمعاينته للمرضى الكثر يستطيع أن يقول له بك كذا أو كذا هذا يرجع إلى الأعراض والتشخيصات التي هي موجودة أصلاً في الكتاب والسنة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا جاءني شخص وقال لي أنا أرى التخيلات التخيلات المعروفة إما أن تكون تخيلات طبية أو تكون تخيلات روحية فبالتشخيص وبالكلام معه وبالبحث وبالتدقيق وبالقراءة عليه يظهر لي نوع التخيلات سواء كانت روحيه او كانت عضويه وقد بينا ووضعنا فيها الدرس وفصلنا فيها القول باذن الله سبحانه وتعالى مثل التقيؤ مثل الالم في البطن مثل الصداع الذي كان يحدث للنبي صلى الله عليه واله وسلم مثل تساقط الشعر مثل النحافه مثل الاصفرار مثل فقر الدم هذه كلها عندها دلالات شرعيه بأن هذا الشخص مصاب بسحر فلما نشخص الحالة ونعرف حالته ونمشي معه وفق برنامج نعطيه في كل عشرين يوم أو خمسة وعشرون يوم أو شهر مرحلة يقوم بها وأعظمها يعني أعظم شيء في هذه المرحلة قراءته للقرآن الكريم وإتيانه بالأذكار وبالأدعية وبالأوراد الشرعية وبالرواتب وبالضحى وبهذه الأمور لأن الشفاء أصلا في هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى وبأخذ العسل وزيت الحب السوداء والقسط الهندي وأشياء وأشياء ثم نأتي إلى مرحلة أخرى يفعل فيها الحجامة ويفعل فيها الاستفراغ ومرحلة أخرى يفعل فيها الإسهال ومرحلة أخرى يفعل بها الغسل بالنباتات المذكورة في القرآن الكريم وهذه ما تسمى برقية عبد الله بن منبه وقد ذكر العلماء ذكرها ابن حجر العسقلاني ذكرها ابن عبد البر ذكرها الشعبي ذكرها الطبري ذكرها الشيخ ابن باز وافتى بجوازها وذكرها الكثير والكثير من العلماء والحمد لله رب العالمين ثم الصعود بالقسط الهندي وهذا موجود في صحيح البخاري باب التصعد بالقسط الهندي ونمشي معه بهدوء يعني لا اثار للشيطان لا اثار للشيطان اثناء العلاج باذن الله سبحانه وتعالى لا جدال ولا نقاش ولا حوار ولا قتال ولا هبزطة ولا سبسطه ولا تهويل ولا تخويف ولا كذب ولا بهتان، جاء الامير وجاء ابن ابليس وجاء الامبراطور وجاء العظيم وجاء نزار وجاء كذا وكذا، والله وبالله وتالله هؤلاء دجاجله، هؤلاء كذابون، هؤلاء مصاصو الدماء، هؤلاء ياكلون الناس وياكلون اموالهم بينهم بالباطل، هؤلاء يحتاجون الى توبه نصوح، بل يجب على المسلمين ان يبتعدوا عنهم. يجب ان يبتعدوا عنهم، لماذا؟ لانه لا يجوز سؤالهم، لا يجوز طلب العلاج عندهم، لا يجوز حتى الجلوس معهم لانهم كهنه دجاجله اصحاب بدع وخداع، اصحاب ذل، اصحاب اكل ونصب وسرقه لاموال المسلمين المساكين الضعفاء الذين بعيدون كل البعد عن الكتاب والسنه وعن فتاوى العلماء الاجلاء. لماذا؟ لأنهم هم الذين نفروا الناس من فتاوى العلماء، نقصوا من أمر العلماء وسبوا العلماء، بل منهم من كفر العلماء وحذروا الناس من العلماء لكي لا يُفتضحوا، العلماء فضحوهم، العلماء بينوا أقوالهم وأفعالهم، بينوا معتقداتهم، بينوا أشياءهم بأن رقيتهم رقية غير شرعية، بل هي رقية كهانة، الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي الضعيفة في كم من مقطع له ذكر وكتب بأن الراقي الذي يحاور الشيطان ويسأله أنت ذكر أم أنت يعني أنت جني أم جنية هذا قال عنه كهانة الشيخ الألباني قال كهانة عصرية كهانة عصرية قال لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز طلب العلاج عنده بل قال هؤلاء أخشى عليهم من وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل صلاته أربعين ليلة وذكر الحديث أيضا من أتى كاهنا أو عرافا فسأله وصدق بما يقول فقد كفر على فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر خطير جد خطير بارك الله فيكم الرقية سهلة بسيطة ليس مثل ما يهول هؤلاء الرقاة الموجودون الآن في الساحة مثل ربيع نعيم هذا مخرف محرف كذاب يأكل أموال الناس بالباطل رقيته ب 3500 درهم وهي والله وبالله وتالله ليست برقية أصلا بل هي تخريف وتحريف ودجل بل تزيد الشيطان تمسكا وتحكما وتسلطا مثل طارق غلمات هذا صاحب كهنة والدجل كذاب هذا مباشرة يطلق على نفسه بأنه روحاني هو أصلا ممسوس ومصاب بالشيطان والعيذ بالله وجاء في مقطع من المقاطع يعني تتعجب تكلم مع الشيطان قال له قال له انا الذي يعني حرشت بين يوسف واخوته وانا الذي قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر والله العظيم يا سبحان الله اتبع هؤلاء مصابون بالعمى بماذا مصابون ها? اتبع هؤلاء الدجاجله هؤلاء المنحرفون بماذا مصابون؟ يا سبحان الله لا تبحثون لا تسمعون لا ترون لا لا تفرقون بين البهتان والكذب، لا تفرقون بين التقي والنقي، الزكي الطيب الطاهر وبين المنحرف والعياذ بالله فبارك الله فيكم حفظكم الله ورعاكم احذركم واحذركم الف 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 مره من هؤلاء الرقاة، هؤلاء ليسوا برقاة شرعيين. مثل هؤلاء المشهورون في الساحه عند المغرب المساكين، شعبنا في الحقيقه الشعب المغربي في الحق سقطت عليهم كارثه وسقطت عليهم مصيبه بسبب هؤلاء، هؤلاء نشروا الدجله ونشروا الكهانه في المغرب للاسف الشديد واصبح المرضى المغاربه كالاسرى وكالمسجونين عند هؤلاء وكانهم سحروا بسبب هؤلاء، فانا اقول لكم الرقيه بسيطة الرقية سهلة الرقية هي كتاب الله آية قرآنية أو ذكر أو دعاء هذا الكلام الذي أقوله ليس من عندي يا بارك الله فيكم هذا قاله ابن القيم في الداء والدواء وقاله في الكلم الطيب ارجعوا إليه تجدوا ماذا قال قال العلاج بكلام الله بالقرآن الكريم وقال بالآذ الأذكار وقال بالدعاء ارجعوا إليه وأيضا ذكر في الزاد الحجامة فهذا هو العلاج الحقيقي للسحر ولي المس بإذن الله سبحانه وتعالى فلا تغتروا بهؤلاء المغرورين فلا تغتروا بهؤلاء الممسوسين فلا تغتروا بهؤلاء المجنين فلا تغتروا بهؤلاء المصابون بالسحر والمس حقيقة هؤلاء الرقاة الذين ترونهم في الساحة كلهم بدون استثناء إلا القليل القليل إلا من رحم ربك هؤلاء مصابون بالمس ومصابون بالسحر والعياذ بالله فيذهبوا فيعالجوا أنفسهم قبل أن يعالجوا غيرهم فلا تغتروا بهم وهذا ما أردت أن أبينهم واركز أبينه وأكرر لكم فأقول أنا أعالج السحر بإذن الله سبحانه وتعالى وأعالج المس وأعالج العين والحسد والوسواس وأعالج الحالة النفسية بأمور سهلة لا تعقيدات ولا تهويلات ولا تخويفات ولا كذب ولا بهتان أعالجه بالقرآن الكريم وأعالجه بالأذكار وبالأدعية وبتوجيه والتبيين للمريض ساحة المعركة وأبين له العدو ألا وهو الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو فلا تستطيع أنت أن تتخذ الشيطان عدو إلا إذا عرفت سلاحه وعرفت ساحة المعركة وعرفت عدته وعرفت مكانه فهذه نبينها وفق الكتاب والسنه وليس هكذا فقط نبينها وفق قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابه بفتاوى وبتوجيهات العلماء والائمه الاحياء منهم حافظهم الله والاموات رحمهم الله فاقول واكرر حافظوا على عقولكم يا مساكين حافظوا على صحتكم حافظوا على عقيدتكم حافظوا على اموالكم حافظوا على أعراضكم لا تذهبوا إلى هؤلاء الرقاة هؤلاء لا يزيدونكم إلا نكالة لا يزيدونكم إلا خسارة لا يزيدونكم إلا مرضا لا يزيدونكم إلا تعبا لا يزيدونكم إلا عناء وشقاء لا يزيدونكم إلا نصبا لأنهم يعملون مع الشياطين يعملون لصالح الشيطان هم جنود من جنود إبليس اللعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته